اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من اكله امي. النهارده مع بعض من خلال السوشيال ميديا وبنتابع فريق السوشيال ميديا، قال لك يا شيف مغازي شبعنا لحمه، كلنا لحمه كتير وبصراحه انت ما قصرتش معانا، الفته وعملناها، حلويات الخروف وعملناها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل اكله سمك بناء رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. وطلب مننا للامانه في بعض الاطفال طالبين مكرونه نجرسكو بالجمبري، هي لها مدرسه كده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. والشطاره ان المكرونه ما تشدش منك عشان ما تبقاش مجلده، يبقى الجمبري له شخصيته والمكرونه لها شخصيتها. معانا النهارده سمك الفيليه بتاعنا او الجزل او ممكن نجيب اي نوع سمك نعمله كبسه، بس انا اخترت النهارده سمك القشر البياض. جزل قشر بياض دي بتتباع في اي بتاعت حلقه سمك، انا جبته النهارده معايا، ممكن تشتري كيلو، نص كيلو، 3 كيلو حسب عدد افراد الاسره. نشوف ازاي نعمل الكبسه بالتوابل العربيه، حاجه لطيفه وجميله، وكمان الطعم بتاعها بيكون واخد الطعم العربي. الفكره بقى اللي جات لي النهارده الكابوريا المقليه بالسمسم، ازاي نقلي كابوريا ونقزقز كابوريا بالسمسم وتبقى لطيفه وجميله، نقدم معاها كاتشب، نقدم معاها مايونيز، سويت اند ساور حسب الرغبه. كابوريا مقليه من الاكلات الجميله اللي الاطفال هيحبوها، دايما الكابوريا لما تكون غطسانه في صلصه او صينيه شكلها يخوف شويه، اما لما تكون مقليه بكفر لطيف وحلو بتبقى بنت عم الجمبري. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، ما تنسوش طبعا كمان معانا النهارده الفروت سلطه بطريقه جديده هنعمله بالشربات وبعصير الليمون، حاجه جميله عشان نحافظ على لون الفواكه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقاتي فيها تفاصيل كتير وفيها معلومه غير معلومه، هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع اكله سمك النهارده متنوعه مختلفه مع بعض. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ازاي نعمل مع بعض كبسه سمك. كبسة سمك مشهورة جدا في الخليج وبتتعمل بسمك الدراك أو الكنعد المسميات بتاعته أو الهامور، دول أشهر أنواع السمك اللي ممكن نعمل بهم سمك أو الشعور للأمانة، بس الشعور يتاكل مقلي بيبقى لطيف الحجم الصغير منه. النهارده معايا سمك فيليه قشر بياض أو جزل قشر بياض، مقاديرها على الشاشة. طبعا السمك بتاعنا حسب عدد افراد الاسره، معانا من السمك 8 قطع، معانا رز بسمتي، بصل وتوم، البهارات العربيه، اللومي، الليمون، وعندنا الدرسين اللي هي القرفه، والمسمار اللي هو طبعا القرنفل، وما ننساش الحبهان ده اساسي معانا. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، ده بسيطه وسهله. تعالوا مع بعض نشوف قواعد عمل الكبسه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، نوسع نفسنا كده عشان نعمل حاجة لطيفة قوي. هنعمل صوص كده حلو أو هنعمل خلطة نتبل فيها السمك قبل ما يخش على الكبسة، ودي مهمة جدا على فكرة، هنعملها مع بعض كده سريعا. اللهم صل على النبي. معنا البهارات الجميلة الحلوة دي كده، وأكلة سمك النهاردة كل يوم لحمة. فلفل أسود، الملح بتاعنا، بابريكا، شوية كركم محترمين، شوية كمون، دي التتبيلة اللطيفة الحلوة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ونحط من الخضرة شوية عشان مش عايز زفارة في السمك بتاعنا، ونحط توم شوية بالشكل ده كده. وعلى المقادير دي كلها يا عم الشيف معلقة من الدقيق، الله عليك وعلى والديك. حلوة، نقلب دول كده مع بعض. شفت الخلطة دي؟ الخلطة دي بقى عايزينها تتعرف على السمك، سواء قشر بياض، سواء دراك، سواء الكنعد المسمى واحد، سواء الشعور. الخلطة دي حلوة قوي. حط عليها شوية مية، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده بس خلاص. ومعانا زيت على النار شديد الحرارة. حلو الكلام؟ هناخد السمك بتاعنا ده كده ننزله في الخلطة دي، وبعد كده يتحط في قلب الزيت يتحمر. تاني الخلطة دي عبارة عن ايه؟ دي مهمة جدا على فكرة، دي بقى اللي هتخلي لك السمك ماسك نفسه وشخصيته في قلب الرز. تيجي تغرف الكبسة تلاقي السمكة ماسكة نفسها، ده غلاف خارجي لقطعة السمك، سواء قشر بياض، سواء هامور، ايا كان نوع السمك هتعملي كبسة. حتى لو كان فيليه من غير قشر اللي احنا عارفينه، الفيليه اللي بيجي مستورد ده كده في اكياس،
هناخد السمك ده كده، اللهم صل على النبي، نحطه هنا كده اهو، وفي قلب الزيت كمان واحدة. يلا معانا، يلا معانا، صلي على الحبيب قلبك يطيب، وفي قلب الزيت. يلا نجيب ده كده هنا، الله أكبر، دنيا حلوة معانا كده يا رجالة، صباح الفل. اه كده زي الفل، قلب الزيت تاني اهو، وفي قلب الزيت تاني. تمسك السمكة كده من جوه ومن بره، تتبل بالتتبيلة الحلوة دي كده، وعلى فين يا عم الشيف؟ في قلب الزيت. ايه الحلاوة دي؟ ودي كمان بالشكل ده كده، على فين يا عم الشيف؟ في قلب الزيت. دول كفاية قوي، حلوة قوي. هنشيل ده كده ونروق الدنيا مع بعض واحدة واحدة كده، عشان المشاهير عارفين احنا ازاي شغالين. حلوة قوي. السمك كده بيتحمر، على ما يتحمر وياخد الصدمه الناريه، تعالوا مع بعض نجهز البصله بتاعتنا والتومه بتاعتنا واحنا شغالين. اهم خطوه اللي انا اشتغلتها دلوقتي، اه اللي جاي بعد كده كله سهل، كانك بتعملي كبسه بالفراخ او كبسه باللحمه ايا كان هي. سكينه حاميه، اللهم صل على النبي، ومعانا من البصل هنا بصلتين حلوين. نضافه يا عم احمد، الله يرضى عليك يا ابني. ادي بصلايه حلوه، ناخدها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو نجهزها. دي البصلايه اللي هتنزل مع الرز، حلو قوي، الله. معانا من الفلفل الرومي، ممكن حار زي ما انت عايزه، في قلبها كده. ومعانا برضو حباية فلفل زي دي كده زي الفل، اللهم صل على النبي. اهو هناخد الفلفل مع البصل، كل ده هينزل دلوقتي بعد ما ناخد السمك من قلب الزيت. اوبا، اللهم صل على النبي، زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ نبص على السمك اخباره ايه. هو ده، هو ده، اه في قلب الطاسة. نقلبه كده بالراحة مع بعض، يعني يعني يعني، الله أكبر. بدأنا منين؟ من هنا. شوف هنا الدنيا عاملة ازاي، هو ده الكلام، هو ده الكلام. شفت الحمار والجمال ده؟ ايه السر في الموضوع؟ معلقة الدقيق اللي نزلتها على التوابل، التوابل هنا ماسكة نفسها في قلب السمكة. لو طلعت السمك ده من قلب الرز هلاقي الطعم جميل وزي الفل اهو، زي الفل. سؤال جالنا من الكنترول دلوقتي، ينفع يا شيف مغازي نعمل الكبسه دي بسمك المكاريل؟ انا عملته قبل كده بالمكاريل، بس مش هنقطع المكاريل يا استاذ رحاب، المكاريل هتديله سليم زي ما هو. نجيب المكاريل اللي هو حجمه صغير تقريبا، الحبايه بتعمل 400 جرام، بنشيل الراس ونطيرها ونطلع بطنها ونتعامل معاها زي سليمه. ليه؟ لو انا قطعت المكاريل وحطيته كده هيتهري، لان الجلد بتاع المكاريل او لحم المكاريل او انسجه المكاريل ضعيفه شويه. ادي السمك معانا زي الفل، هناخد السمك ده بالراحه كده نطلعه على طبق. فين الطبق يا عم الشيف؟ زي الفل، تمام، حلو قوي الطبق ده، مع بعض كده علشان نتعامل مع بقيه الحاجات. الخطوه دي هي اهم خطوه، خلي بالك. حلو قوي، نعم، ممكن لغايه كده دي مرحله لو عايزين ناكله كده عادي، بس هو لسه ما استواش سوى كامل يعني، خلي بالك انا سايب فيه الروح وسايب فيه البهريز. حلو، المخرج بيسال يعني احنا ممكن كده لو انا مش عايز اكله مع الرز يتاكل كده ونعمل له صلصه ليمون يا فاروق؟ ما اقولكش. الزيت اللي معانا ده كده زي ما هو، شايفين شويه الزيت دول مهمين جدا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد منهم شويه على جنب. اه وعايز انا البهريز اللي نازل في قلبهم دول كده. اه الخطوه دي مهمه جدا. اه هناخد الزيت ده كده، اللهم صل على النبي، هنفضي شويه هنا عشان عايزهم في حاجه دلوقتي، وناخد الباقي كده في قلب الطاسه، وننزل بالبصل يا عم الشيف. الله،
بالشكل ده كده، ونقلب الخضار مع البصل. عايزه تحط بطاطس مع الكبسه؟ مش هتقول لا، بس انا حابب البصل والفلفل بس كده. بالشكل ده كده، ونقلبهم مع بعض. يا نعم. سؤال مهم جدا. معايا ناس في الكنترول بقوا خلاص طه شاطرين، قال لك الكبسه هناكلها بيضه ولا حمراء؟ السؤال ده طبعا مهم جدا. الكبسه اللي بيخليها بيضه ان احنا ندخل الطماطم او صوص الطماطم او معجون الطماطم في الكبسه. احنا مش هنعمل كده، لان انا بصراحه لو حطيت طماطم او معجون طماطم لون السمك هنا هيتلغي مني. فهعمل ايه دلوقتي؟ تركايه كده صغيره، البهارات العربيه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. تعالي تعالي يا حلوه، معانا قرفه خشب، معانا ليمون جاف، هحط ده وده علشان يبقوا معانا مع بعض، قرنفل، ورق لورو، حبهان، ده عنوان الكبسه. اللهم صل على النبي. وناخد الليمونه الحلوه دي كده، يلا يلا اهي، يلا تعالي اتكسري اهي، ممكن بالسكينه، هو ده اللي انا عايزه اهي، زي ما هي كده هتنزل في قلب الكبسه. اللهم صل على النبي. ليه يا شيف عملتها كده؟ انا عايز الحموضه اللي جواها والمزازه اللي جواها تدوب في الشوربه. ونقلب دول كده مع بعض. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، شفتوا البهارات العربيه؟ مخلوطه بالبصل، مخلوطه بالفلفل. ننزل بميه بتغلي. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده خلصت الكبسه يا عم الشيف. خلي بالك انت حاطه ملح على السمك، فكنترول على الملح. شوفوا البهريز ده كده، اخبار الملح ايه؟ هو ده فلفل اسود. خلصت الكبسه، شويه بابريكا، شفتوا الخليط الحلو ده كده؟ اللهم صل على النبي. دي البركات من الايد تحط كده، لسه ما خلصتش. لا يا غالي، دي مش لحمه ضاني ولا لحمه كندوز هنحطها تستوي، السمك كده جاهز. شوف المفاجاه دلوقتي. البهريز، البيون، شوربه، الدلع والحلاوه اللي في قلب الحله دي كده، عباره عن ايه؟ عباره عن مكان تحمير السمك بشويه الزيت، حمرت فيهم بصله وتومه، حطينا الخضار بتاعنا، حطينا البهارات العربيه الجميله الحلوه، كل ده مع بعض، وظبطنا الملح بتاعنا. فص توم ني يتحط في قلب الشوربه دي ما يتحمرش. التركايه دي مهمه جدا. يديك طعم ويعلي من التست. ناخد الرز بتاعنا، اللهم صل على النبي. يلا. الف هنا وشفا للي ياكل. كل. يلا عينيا. حاضر، نمسك الرز كده زي الفل، ولا حبه خليه. تمام، ونقلب الرز بتاعنا، لسه ما خلصتش. ايه الحلاوه دي؟ ونسيبه يغلى على النار غلوه والتانيه. ايه رايكم نخلي الغلوه والتانيه دي بعد الفاصل؟ عشان التركيه اللي جايه هي اهم حاجه. يبقى احنا بدانا كبسه السمك باول تركيه، تحمير السمك بالطريقه اللي انا عملتها. حلو الكلام؟ وهننهي تحضير الكبسه دلوقتي بتركايه اخيره للتعامل مع السمك، سواء قشر بياض، سواء هامور، سواء دراك اللي هو الكنعد. لما اجي اعمل كبسه لازم تتكلم بالخليجي، لازم الكبسه دي تبقى عربيه، لان الكبسه دي مشهوره في كل الدول العربيه، اللي بنوجه لهم تحيه كبيره من ارض مصر ومن الدنيا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للروايح الجميلة اللي بتتكلم عربي ولكن بخفة دم مصرية. عملنا كبسة جميلة جدا. شفت الرز؟ طعمه جميل، وبعدين لسه فيه المية، يعني لسه فيه الروح. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد السمك اللي احنا حمرناه من شوية، ونعمل الحركة دي كده واحنا شغالين. يلا، اللهم صل على النبي. سموها كبسة ليه بقى يا فاروق؟
قولي. عشان بنكبس اللحم او الدجاج جوه الرز، بس السمك شويه نتعامل معاه بحرص شديد جدا، مش اللحم بعد نقلب فيها اه بالشكل ده كده. وسع. حلو قوي. اوه خلصت الكبسه كده فله. وناخد شويه البهريز دول كده ينزلوا على وش الرز. يا ويلي يا ويلي. خلصت الكبسه بتاعتي. تمام. مكعبين من الزبده. الكبسه هنا جاهزه. السمك عايز يطلع من قلب الرز. بقول لك ما عملت فيا كده ليه؟ هنغطيها ونسيبها على نار هاديه. وناخد بعضينا دلوقتي وهنعمل ايه يا عم الشيف؟ مكرونه نجرسكو بالجمبري والوايت صوص للاطفال الحلوين، عشان نبقى ايه قاعدين في البيت كده بنعمل الاكل اللي يناسب الاطفال. ده مهم جدا على فكره. انا هغطي الكبسه دي دلوقتي. اللهم صل على النبي. نار هاديه. تعالوا شوفوا الكبسه اخبارها ايه. صل على الحبيب قلبك يطيب. عينيا. حاضر. بص على الكبسة. طب ما تسيبوني أقلب الكبسة كده وأعيش مع الروائح الحلوة، ونطلع فاصل ونسمع كلام الإخراج. أهو أهو إيه الحلاوة. يلا صلى على الحبيب، صلى على الحات من تحت وعلى فوق يا شيف. كبسة بالسمك. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الكبسة هنغرفها إزاي. معانا كابوريا مقلية، معانا كمان مكرونة نجرسكو هنعملها مع بعض، والحلو بتاعنا النهاردة فروت سلط بالشربات. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم مع شوية كبسة تاكل صوابعك وراه. السمك بشخصيته، الرز بشخصيته. شايفين السمك سليم ازاي في قلب الكبسة؟ هو ده. تاني سموها كبسة ليه؟ علشان بنكبس اللحم أو الدجاج في قلبها. قرفة الخشب طالعة ايه؟ واللومي بتاعنا الجميل الحلو، ورق اللورة، ده عنوان الكبسة. رز عليه لومي وعليه قرفة، عرفي على طول واخد عنوان الكبسة. نعم يا غالي. الليمون الابيض اللي زي ده كده، بيسالوني الليمون ده والليمون ده ايه؟ مشهور جدا في الامارات، شعب الامارات ودوله الامارات اللي بنوجه لها تحيه كبيره من شاشه القناه الاولى. الليمون الاسود مشهور جدا في السعوديه، الشعب السعودي الشقيق بنوجه له تحيه كبيره من مصر ومن الدنيا، وهكذا. الثلاثه مع بعض اهو. حلو. عشان نبقى ايه، ما يقولكش ده موجود وده مش موجود، فالاثنين الغرض واحد. بس الليمون الاسود شويه الحموده بتاعته والمزازه بتاعته اقوى شويه من الابيض. حلو الكلام. دي الكبسه جاهزه. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ اشيل دي من هنا، اوسع لنفسي شويه كده. اللهم صل على النبي. وناخد الكبسه الحلوه دي بشكلها الحلو ده. عايزها فين يا غالي؟ الكنترول. لسه بدري، لسه بدري يا غالي. حلو. ناخد البرتقانه دي، نقطع البرتقانه دي هنا يا شباب. صباح الخير، صباح الفل، فرسان التلفزيون المصري حبايبي اخواتي. اللهم صل على النبي. زيني بقى الجرنش، يعني ما عندك برتقان، عندك ليمون، فص برتقان كده بعد اكله الكبسه، فص ليمون بعد اكله الكبسه. حلو قوي. لا اله الا الله. شايفين الجو والحلاوة دي؟ شايفين الجو والحلاوة دي؟ برزنتيشن مطلوب أيا كان الأكل، حتى لو بتعملي طبق أومليت برزنتيشن بتاعك مطلوب. حلو ده. تعالوا مع بعض بقى نعمل الجمبري بتاعنا، النجرسكو بتاعنا اللطيف الحلو مع بعض وإحنا شغالين كده. نجرسكو على الشاشة، جواه جمبري مخلوطة بالجمبري، وشايفينها طالعة لسه من الفرن بتغلي. وعايز أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير،
وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية وكل الناس اللي بتتابعنا، الناس الطيبة واللي بتدعي لنا واللي بتقول لنا كلام حلو. بشكركم، أنا دخلت على السوشيال ميديا وبتابع، أنتوا عارفين أجازة بقى، فبشكر حضراتكم لكل التعليقات وكل الكلام الحلو اللي أنا شفته على السوشيال ميديا. بوجه لكم التحية والشكر إنك تمسكي تليفونك أو تشغلي وقتك وتكتبي كومنت وتشكرينا، دي حاجة كبيرة عندنا على فكرة. والكلمة الطيبة زي ما دايما بقول كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. كل سنة وحضراتكم بخير، وانتظروا منا إن شاء الله المفاجآت بإذن الله مع بداية الأسبوع كالعادة، نتخلص من الدهون والدسامة بتاعة الأكل وبتاعة حلويات العيد، اللي هي مش حلويات العيد اللي هي الحلويات بسبوسة وكنافة، لا حلويات العيد اللي هي بتاعة الخروف، اللي هي الكرشة بقى والممبار والسجق ولحمة الرأس والكوارع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. والنهاردة حبيت أعمل لكم سمك، وكل سنة وحضراتكم بخير. رؤية، فن، إبداع، حتى مع أكلة السمك. كلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.